طب احنا هنفرح بيك امتى يا مصطفى؟ اهو بقى ان شاء الله يوم 33 في الشهر اللي جاي ده. 33؟ بجد؟ أول حرف من اسمها ايه؟ أول هو حرف. في 33 عشان ما افرحك؟ عادي، ما أنا مكملة الحوار مع، يعني مش بناخد وندي مع بعض، والله أنا لسه ما عادي. حصلش نصيب، انا بتمنى لذلك يعني. مواصفات فتاة أحلامك. إيه، تبقى بنت ناس كده وطبيعية وبسيطة زي يعني، بس مش عايز انا ابقى، مش من وسط الفني، لا 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 صوتها حلو، الوضع يعني ما، لا مش انا، مش موضوع الوسط، لا ينفع تبقى معجبة من معجبينك؟ والله حسب ما القلب ما بيختار بقى. يعني أكيد أنت قابلت معجبات. كتير جدا بس ما فيش ولا يعني واحدة منهم. والله يعني يا رب يحصل نصيب معايا، يا ريت، انا اتمنى ذلك، لو حصل ابقى مرحب جدا يعني، حسب ما قلب انا يقول هي دي خلاص. انما انا مش، ما احنا برضو الموضوع معانا مش سهل يعني. يا مواصفات بس اللي هي تبقى بنت ناس وخلاص. لا مش انا بقول لك يعني بنت ناس شبه يعني، تبقى زي اخواتي كده يعني، حاجة كده، انا كاركتر معين يعني، مش شرط بقى انا اتجوز واحدة يعني تبقى يعني حاجة، لا مش شرط، انا ما فيش حب من اول بحب نظرة، البساطة. لا في طبعا بس ما حصلش معايا، ما حصلش، ولا الحب الاول ما حصلش ما برضو، حصل يعني، ولا بنت الجيران ما بنت الجيران دي كانت وانا صغير، بس ما اعتقدش ان ده، من وانت صغير لحد دلوقتي ما ما حبيتش، اعتقدش ان ده حب يعني، ان ما هو حبيتش من ساعتها يا مصطفى. والله ما حصل والله، بس مش بمزاجه وانا اختاره امال انت كده، بتجيب المشاعر اللي بتغنيها دي منين؟ دي الناس من في اغانيك. علشان بحسها وبحسس بيها وحاسس بالكلام طب انت مفتقد دوت، مفتقده جدا طبعا، ان انت تبقى عندك حالة ما عاطفية فيش عايشة حد يبقى عايز يعني، يبقى لازم طبعا في استقرار.